على مشاهدينا الكرام من لندن دكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك دكتورة فاطمة. إذا كان التظاهر والتعبير السلمي مكفولا ومصانا في الدستور الحالي، إذن على أي وفق ووفق أي قانون يلاحق المتظاهرون والمعتصمون في العراق؟ السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. نعم، مع الأسف الشديد لا زالت الحكومة تستعمل نفس أساليب القمع ضد المتظاهرين، والحقيقة يعني هي تستند على قانون مكافحة الإرهاب وتلصق تقوم بإلصاق يعني اتهامات باطلة بحق المتظاهرين أو المعتصمين فقط لأنها تريد قمع الشعب. لا يوجد أي قانون يمنع حرية التعبير عن رأي وحرية التظاهر وحرية الاعتصام. الحكومة العراقية تدعي أن هؤلاء المحتجين وهؤلاء المعتصمين يعني يدمرون ممتلكات او هي اعمال شغب، يقومون باعمال شغب، والحقيقه حتى لو كان المتظاهر قام بمثل هذا العمل لا يحق للحكومه العراقيه ولا يوجد اي بند قانوني يخول لها ان تستخدم القوه ضد المحتجين. هناك اساليب اخرى يمكن لها، واهم هذه الاساليب هو ان تستجيب لمطالب المتظاهرين ويعني تطمئن الناس الى انها فعلا حكومه وطنيه ترعى حقوق الشعب، ولكن مع الاسف الشديد لحد الان الحكومه العراقيه تقمع وترهب المواطنين فقط لاجل ان ترهبهم وتخوفهم وبالتالي تسيطر على الشعب العراقي. يعني بعض الناشطين والمتظاهرين يعني خطفوا ثم قتلوا والقيت جثثهم. كيف ينظر القانون الدولي لهذه الجرائم ومرتكبيها؟ نعم، الحقيقة هذه جرائم ويجب أن يقدم مرتكبوها إلى المحاكم لكي ينالوا عقابهم. يعني قتل المتظاهرين هي جريمة بحد ذاتها سواء في القوانين الوطنية وأيضا حسب القوانين الدولية، اتفاقية العهد الدولي، إعلان العالم لحقوق الإنسان، هناك انتهاك خطير لحقوق الإنسان بالإضافة إلى أنها جريمة. الحكومة العراقية لو كانت حكومة وطنية يجب أن تقدم من ارتكبوا هذه الجرائم ليتم محاسبتهم والحد من هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك هي أيضا تصنف خاصة التغييب القسري يصنف على أنه جريمة ضد الإنسانية، وبالتالي فهو انتهاك لاتفاقية جنيف ويقع إلى جريمة حرب. ولكن لأن الحكومة العراقية لا تضرب على يد هؤلاء الذين يرتكبون الجرائم، مع الأسف هذه الجرائم لا زالت مستمرة ويتم ارتكابها بحق المتظاهرين. طيب دكتورة فاطمة، مع هذه الاتهامات الموجهة للقضاء في العراق بالتسييس وخدمة الأحزاب والميليشيات، هل يمكن للمتضررين سواء من المتظاهرين أم غيرهم اللجوء في الأطر القانونية الدولية، وكيف يعني ما هي الآليات؟ مع الأسف الشديد كما تفضلتم أن القانون القضاء في العراق مسيس ولا يخضع إلى المعايير والمعايير الدولية ولا يلتزم أيضا بالمعايير الدولية، لذلك يمكن للمتظاهرين أن يقدموا شكوى إلى الأمم المتحدة، خاصة أن الأمم المتحدة عن طريق بعثة يونامي هي هناك مخولة لأجل مراقبة حقوق الإنسان، وهذه انتهاكات بحق الإنسان ترقى إلى الجرائم. إذا من حق المتظاهرين أن يقدموا شكوى ضد الحكومة العراقية لكي يتم إيقافها عند حدها عن طريق تحويل هذا الملف إلى مجلس الأمن، إذا كانت فعلا لدى الأمم المتحدة نوايا صادقة في تجاه الشعب العراقي لكي يتم الحد من هذه الجرائم. نعم، شكرا جزيلا لك من لندن دكتورة فاطمة العالي مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.